تعبيري فيها مضمونة لا مساس بالحريات اطلاقا. واتيت معي بنص الدستور الامريكي الذي درسته على مدى اكثر من 3 عقود، كيف في الولايات المتحدة الامريكية في تلك الفترة في سنة 1870 كيف عملوا من اجل تحقيق الحريات. ابراهام لينكولن، وجئت ايضا بالدستور الامريكي الذي كنت دائما ادرس توطئته، خاصة اقرأ عليكم باللغة الفرنسية: مو بوبل ديز ايتازوني اون في دو فورمي une union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité. أعلم جيدا النصوص الدستورية وأحترمها ودرستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى دكتاتور كما قال البعض، بل هم من كان في المجلس وتم تعليق عمله داخل المجلس هم الذين عبثوا بمقدرات الدولة التونسية. وحماية للمؤسسات الدستورية تم اتخاذ هذا القرار، قرار استثنائي، وكل الدول تلجأ إلى هذه التدابير الاستثنائية. ومن يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب، لأنني استشرت رئيس الحكومة التي تمت إقالته واستشرت رئيس المجلس النيابي، قلت له إنني بناء على الفصل 80 يجب أن أتولى استشارتك لأعلنه عن التدابير الاستثنائية، وهي تدابير ينص عليها الدستور، فكيف يتم الانقلاب على الدستور بالدستور ذاته؟ التدابير الاستثنائية ونظرية الضرورة التي ظهرت في فرنسا وفي الفقه الغربي للحفاظ على كيان الدولة وللحفاظ على الحقوق وعلى الحريات وللحفاظ على القانون. ربما تابعتم أنتم من واشنطن أو من عدد من الدول الأخرى كيف كانت الدماء تسيل داخل باردو، كيف كانت هناك خروقات، وكيف أن هناك لصوص أيضا داخل المجلس يعبثون بمقدرات الدولة، يعبثون بحق الشعب التونسي في الحرية وفي الحفاظ على الحقوق وعلى الحريات. فلا خوف لا على حرية التعبير ولا خوف على حرية التنظم، وليس في هذه السن سأبدأ مرحلة جديدة في حياتي تقوم على الدكتاتورية كما قال الجنرال دوغول: سي با سيت اج كو جو في كومونسي كارير دو ديكتاتور. وأكره الدكتاتورية أمقتها، ولكن هؤلاء يتخفون وراء بعض النصوص ليمارسوا دكتاتورية غير ظاهرة. هناك مئات المليارات التي تم نهبها من الشعب التونسي، فما تم القيام به بعد صبر طويل تم القيام به في ظل الدستور ليس انقلاب. وأكره الانقلابات، ولكن أكره أيضا أن يتم ضرب الدولة التونسية من الداخل. حولوا تونس إلى مجموعة من المقاطعات، حولوها إلى مجموعة من الفضاءات، كل واحد يريد أن يكون له نصيب فيها. انظروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أبراهام لينكولن، ومع كيف دخل عدد من الأفارقة أو الأمريكان من أصل أفريقي، هذا تعود إلى سنة 1870. وانظروا إلى
توطئة الدستور الأمريكي. انظروا أيضا إلى ما ورد في نص الدستور الأمريكي من أحكام. أنا كنت أدرسه وأعتبر الحكم المحلي في الولايات المتحدة للسلف جوفرمنت دالكسيس دو توكفيل، أعتبره يمكن أن يكون مثالا يحتذى من قبل التونسيين للسلف جوفرمنت لتو غوفرنمون لو غوفرنمون لوكال لو دروات دي سيتويان داتر غارونتي دون لور بيرسون دوميسيل بابيي اي في كونتر لي بيركيزيسيون اي سيزي نون موتيفي ne sera pas violé et aucun mandat ne sera délivré si ce n'est sur présomption. هذا دستور الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف يقال أنني تعرضت لأحد ولكن أيضا من سرق أموال الشعب التونسي لا بد أن يعيدها إلى الشعب التونسي، وسنحترم الإجراءات القضائية كلها. لم يتم اعتقال أي أحد إلا من كانت به لديه قضايا أمام القضاء، ولم أتدخل لا، ولكن لن أتركهم ينهبون الشعب التونسي ويضربون الدولة التونسية ويهددون المؤسسات. ما يصدر من تصريحات اليوم من عدد من القيادات من أنهم سينزلون إلى الشارع، كل هذا مخالف للدستور وللأحكام الدستورية. نحن هنا نتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، وأرجو أن تبلغوا هذا إلى الشعب الأمريكي وإلى كل شعوب العالم. وإذا وجدتم أي صعوبات للقيام بعملكم بكل حرية بطبيعة الحال في نطاق القانون، يعني بالنسبة إلى بعض الآلات هناك يتم الترخيص من رئاسة الحكومة، ولكن في نطاق أعملوا بكل حرية، أعملوا بكل حرية. أشكركم على هذه الزيارة، الأمر هو توضيح للتوضيح، يعني ليس حوارا صحفيا ولكن هو توضيح للشعب التونسي ولكل شعوب العالم أن ما يجري في تونس يجري للحفاظ على الدولة وللحفاظ على الحقوق والحريات. تعلمون أنتم في الولايات المتحدة الأمريكية حينما جاء وقت تطبيق القانون يطبق القانون على الجميع، تحفظ الإجراءات التقاضي، تحفظ كل الإجراءات، ولكن طبقتم القانون. أنتم مجتمع يقوم على القانون، أيضا نحن دولة تقوم على القانون، وأريد أن يكون هناك مجتمع يقوم بدوره على القانون. وشكرا لكم.